شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول النشآت التكاملية التي مررنا بها نحن البشر، والمعادلات التي تحكم هذه النشآت. نحن الآن في هذه الأيام نعيش في نشأة تكاملية، ولكن هذه النشأة التكاملية لا تعتبر النشأة الأولى، ولا يمكن اعتبارها النشأة الأخيرة. هنالك نشآت كانت قبل هذه النشأة، وهنالك نشآت سوف تكون بعد هذه النشأة. إحدى النشآت التي مررنا بها النشأة الجمادية. نحن في يوم من الأيام كنا جماداً، أنا وأنت في يوم من الأيام كنا طيناً، كنا تراباً. كم عشنا في هذه النشأة؟ لا نعلم. ربما عشنا في هذه النشأة مليارات الأعوام. هذه نشأة من النشآت، والذي يقوله بعض العلماء أن كل نشأة من النشآت لها نوع من الحياة، لها نوع من الشعور والإدراك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني هذا الجدار يسبح بحمد الله، هذا المنبر يسبح بحمد الله، هذا البحر يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن محجوبون، أكو هنالك حواجز بيننا من ذنوبنا وبين الواقعيات،
ولذلك لا نصل إلى هذه الواقعيات. وإلا لو ارتفعت هذه الحواجز وأبصرنا كل شيء على واقعه لرأينا أن كل ذرة في هذا الوجود تسبح بحمد الله. هذه نشأة. الجماد خلع الحياة الجمادية وتلبس بحياة ثانية هي الحياة النباتية. هذا النبات الذي تشاهدونه في حديقتكم، هذا من أين جاء؟ هنالك بذرة تفاعلت مع مواد الأرض. البذرة جماد، الأرض جماد، الأملاح الموجودة في الأرض جماد. هذه الجمادات انتقلت من حياة جمادية، خلعت الحياة الجمادية وتلبست بالحياة النباتية. هذه المرحلة الثانية. إذن في الواقع هذا الجماد دا يطوي مسيرة تكاملية قهرية، مو باختياره. البذرة مو باختياره تحولت إلى نبات، وإنما هنالك قانون قاهر يجبرها على ذلك. إذن المرحلة الأولى المرحلة الجمادية، المرحلة الثانية المرحلة النباتية. هذا النبات بقي في هذه النشأة فترة، ولكن قانون التكامل الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على هذه النبتة نقلها من هذه النشأة الثانية إلى نشأة ثالثة، وهي النشأة الحيوانية. الحيوان تناول هذا النبات، وهذا النبات أصبح جزءاً من كيان الحيوان. هذه أيضاً مرحلة تكاملية قهرية. المرحلة الرابعة النشأة الحيوانية. النبات تحول إلى حيوان، الجماد تحول إلى نبات، النبات تحول إلى حيوان. المرحلة الرابعة أن هذا الحيوان تحول إلى إنسان. كلامنا في هذه النشأة، النشأة اللي الآن نحن فيها، وكل لحظة تمضي، كل دقيقة تمضي، هذه النشأة دا تصل إلى غايتها الأخيرة. سئل الإمام السجاد صلوات الله عليه على ما نقل: في أي يوم الإنسان أكبر؟ من هو الأكبر؟ اللي عمره 60 عام؟ اللي عمره 70 عام؟ هذا هو الأكبر؟ نقل أن الإمام صلوات الله عليه قال: لا، الأكبر الإنسان يوم تلده أمه. هذا واضح، لأنه الطفل إذا فرضنا أن أمامه 70 عام، الآن هذا الطفل يملك 70 عام، لكن أنا الذي مضى من عمري 30 عاماً مثلاً، كم بقي لي؟ إذا قدر لي أن أعيش 70 عام، بعد بقى 40 عام، إذن أنا في تناقص.
الذي بلغ الستين كم بقي له من العمر؟ هذا الرأسمال دا ينتهي، لم يبق منه إلا القليل. أكثر أعمار أمتي بين الخمسين والستين أو بين الستين والسبعين. العمر دا ينتهي ونحن نعيش في هذه النشأة التكاملية اللي تختلف عن النشآت السابقة. عندما تطور الجماد إلى نبات ما كان باختياره، عندما تطور النبات إلى حيوان ما كان باختياره، عندما تطور الحيوان تطور مو التطور بالمعنى المعروف، التطور يعني أن الإنسان أكل الحيوان تحول إلى مادة، تلك المادة أنشأت الإنسان بهذا المعنى. تلك النشآت ما كانت باختيارنا، ولكن في هذه النشأة باختيارنا. إذا إحنا مو مسؤولين عن التكامل في تلك النشآت، فنحن مسؤولون عن التكامل في هذه النشأة. يوم القيامة يؤتى بكل واحد واحد منا ويسأل عن عمره فيما أفناه. اطيت للعامل رأس مال، اتجر بهذا المال في الليل، في الأسبوع، في الشهر، تطلب منه الحساب، شنو فعلت في هذا المال؟ عن عمره فيما أفناه. أيها الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. وعن حبنا أهل البيت. ما هي المعادلة التي تحكم هذه النشأة؟ إذا نحن ربطنا الباقي بالفاني، الفاني يفنى ويبقى الباقي وليس عنده شيء، نحن باقون بإبقاء الله، نحن باقون بإرادة الله. الحديث المروي يقول: خلقتم للبقاء لا للفناء. يوم القيامة كما روي يؤتى بالموت على صورة حيوان ولعله كبش، ويذبح هذا الكبش. هذا هو الموت، بعد موت ماكو. فلا يعلم إلا الله ذلك الفرح الذي يغمر المؤمنين، ولا يعلم إلا الله ذلك الحزن الذي يغمر المضيعين، لأن انتهى كل شيء. إحنا باقون، إحنا إذا ربطنا أنفسنا بالفاني، يعني ربطنا أنفسنا بالمال، المال فقط قيمته إلى 70 عام، انتهى كل شيء. المال فاني، إذا ربطت الباقي بالفاني انتهى الفاني، وبقيت أنت وبقيت أنا وما عد نشي. وأخرجت الأرض أثقالها، يوم القيامة كما يقول المفسرون الأرض تخرج المعادن، الذهب، الفضة، وما أشبه ذلك من المعادن الثمينة. اللي ربط نفسه بالذهب والفضة يأتي هنالك ينظر إلى هذه الأحجار وما عنده شيء، ربط نفسه بشيء فاني، مثل واحد ربط نفسه بعملة انتهى وقتها، تغير النظام، انتهت العملة. اللي امتلك هذه العملة خسر كل شيء.
إذا ربطنا أنفسنا بالأصدقاء، أيها الإخوة، الأصدقاء لن ينفعونا. هاي العلاقات الاجتماعية التي كوناها لن تنفعنا في يوم القيامة، مو لن تنفعنا، الأخلاء بعضهم لبعض عدو في مضمون الآية الكريمة. الصديق يتحول إلى عدو مع صديقه. اللذان يجلسان معا في البيت في المحفل ويتحدثان من الليل إلى الصباح يتحولان إلى أعداء، إلا المتقين. هذه الأشياء كلها تنتهي. أما إذا ربطنا أنفسنا بالباقي، ربطت نفسك بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتقوى، ربطت الباقي بالباقي، وتأتي يوم القيامة وكفك مليئة أمام الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الانقطاع عن العلائق المادية. 11 شهر نحن عشنا في حالة الغفلة. انتوا لاحظوا برنامجنا من الليل إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل. شنو برنامجنا حقيقة؟ شنو صنعنا لتلك الحياة الباقية؟ لاحظوا صلوات الجماعة. أحد الإخوة جاء من بلد آخر كان يقول: لماذا صلوات الجماعة فارغة في بعض المناطق؟ 4-5 يحضرون في المسجد صباحا والناس نيام في تلك الفترة، 10 يحضرون صلاة الظهر. إحنا عشنا في حالة غفلة، ارتبطنا بالمادة، تلوثت أرواحنا بالمادة. هذا الشهر شهر رمضان المبارك شهر الانقطاع عن العلائق المادية. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي نعيش على أعتابه ونعيش في ظلاله، يجب أن نتزود بقدر الإمكان. أيها الإخوة، لا نضيع هذه الأيام. كل ذكر، كل عبادة، كل توجه، كل دعاء في هذه الليالي. أوصي نفسي أولاً وأوصي الإخوة المؤمنين ثانياً أن ينتهزوا كل لحظة من هذا الشهر في هذا التكامل وفي الإعداد إلى تلك الحياة. هذا بعد من أبعاد الصيام، الخروج من حالة الغفلة، الانقطاع عن العلائق المادية، والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أشير إلى البعد الثاني باختصار. هذا الشهر شهر العناية بالضعفاء. نحن في الأيام العادية لا نذوق عادة ألم الجوع والعطش، مفهوم في ذهننا، صورة ذهنية، الجوع العطش. واحد جالس على ماء الفرات وهو يسمع بكلمة العطش لا يدرك مفهوم العطش، ولكن في هذه الأيام نحن نذوق الجوع والعطش. يجب أن نتذكر حال الضعفاء والفقراء،
أحد المؤمنين كان ينقل يقول عشت شهر رمضان كامل وإفطاري الماء والشاي وفي بعض الأحيان قليل من الجبن هذا حسن الحال أفراد يتضورون جوعا أفراد لا يجدون نسخة ورقة يشترون بها الدواء من هو المسؤول عن هؤلاء راجعوا سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كيف كانوا يعيشون مع الناس وكيف كانوا يهتمون بشؤون الضعفاء والفقراء في الكافي للكليني رحمة الله عليه أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام حدث هنالك غلاء في المدينة الإمام طلب الخادم من جملة الأشياء التي يذكرها صاحب العروة رحمة الله عليه في هذا الشهر أذى الخادم محرم ويزداد التحريم في هذا الشهر بعض المكروهات والمحرمات تزداد حرمتها في هذا الشهر واحد لازم يكون مواظب طلب الإمام الخادم قال له كم عندنا من القمح قال ما يكفينا لعدة أشهر كل واحد منا عنده قونية تمن أو ما أشبه تكفي لعدة أشهر الإمام صلوات الله عليه يقول للخادم اذهب وبعها بعها الناس يعيشون في حالة فقر كيف يكون عندنا طعام عدة أشهر والناس يعانون من الفقر والمجاعة بعها واشتره لنا مع الناس يوما بيوم الناس وجدوا الطعام نحن نأكل لم يجدوا الطعام نحن أيضا لا نأكل كم يوجد في البلاد الإسلامية لا أستثني منها واحدا على الإطلاق من الفقراء الذين يتضورون جوعا إلى الصباح في رواية أخرى أيضا يرويها الكافي الكليني في الكافي يقول حدث هنالك مجاعة أو غلاء أو قحط أو ما أشبه ذلك الإمام صلوات الله عليه قال أخلط حنطتنا بالشعير لأن في أيام الرخص الناس كلهم يأكلون الحنطة ولكن إذا حدث غلاء نوعا ما يخلطون الحنطة بالشعير لأن الشعير أرخص أخلط حنطتنا بالشعير فإننا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديا نحن يجب أن نعيش مع الناس وفي مستوى الناس الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم رضوان الله تعالى عليه تنقل عنه سجايا أخلاقية طيبة الإنسان طبيعته لازم تكون طبيعة طيبة في ليلة من الليالي نايم والخادم أيضا نايم الخادم اسمه علي نايم وإذا بواحد يطرق الباب الخادم يقوم من النوم برد قاتل وما أعلم أنتم ما شايفين البرد في تلك المناطق الثلوج تنزل والبرد حقيقة برد مؤذي إذا واحد ما عنده وسائل حقيقة يتأذى بذلك البرد يفتح الخادم الباب يشوف امرأة نص الليل جاية تطرق الباب ليش جاية من الذي دفعها إلى ذلك تقول له يا فلان احنا في البيت زوجي مريض ويعاني من حالة سيئة
دواء ما عندنا، غذاء ما عندنا، فحم ما عندنا حتى نشعل الكرسي. هنا ماكو كرسي، الكرسي آلة خشبية مثل المنضدة، يوضع عليها لحاف سميك وتشعل في داخلها مواقد الموقد، ويوضع فيه الفحم ويشعل حتى يدفي. هذا متعارف في إيران. ما عندنا فحم حتى نوقد الكرسي، غذاء ماكو، دواء ماكو، فحم ماكو. الخادم يقول: أيتها المرأة في هذا الليل، أنا شنو أقدر أسوي لك؟ ما الذي أستطيع أن أفعل لك؟ روحي. ويغلق الباب. الشيخ يبدو نايم، يقوم على أثر هذه الضوضاء والجلبة والكلام، ينادي علي، يقول له: تعال. شنو القضية؟ يقول: امرأة هكذا. يقول له: يا فلان، نحن غدا أنا وأنت ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى؟ إذا الله قللنا امرأة تعيش في هذه الحالة ونحن لم نصنع لهم شيئا، نحن رددنا هذه المرأة يائسة، شلون نردها يائسة؟ وكيف نجيب الله غدا؟ الإنسان ينبغي له ألا يرد أحدا يائسا مهما كان، لعله يكون صادقا. وإذا كان صادقا حقيقة فالإنسان يجب أن يكون بانتظار النقمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى إذا غضب على فرد أو غضب على مجتمع، الغضب الإلهي يدمر كل شيء. هذه الجزئيات تدمر البلاد والعباد. آه المستضعف وآه المظلوم يدمر كل شيء. يقول: شيخنا، شنو نسوي في هذه الليلة؟ يقول: قوم خلينا نروح. يقول: شيخنا، طين أكو، ظلام أكو، ثلج أكو. يقول: خلي نروح. يمشي الشيخ ويمشي معه الخادم، يذهبان إلى تلك الدار. يدخل الدار، يشوف الشيخ، يعني رجل شايب، جالس في زاوية يرجف. يقول لهذا الرجل: الآن روح إلى صدر الحكماء، طبيب كان في قم، وقل له الآن. شيخ عبد الكريم يقول: تعال. يروح يجيب صدر الحكماء، يقول له: عاين هذا المريض. يعاين المريض ويكتب له نسخة. يقول لهذا الخادم: الآن روح إلى المستوصف اللي كانت في ذلك الوقت بالشكل اللي كانت، الآن أخذ الدواء. يروح يجيب الدواء. الآن روح إلى البيت الفلاني، جيب لنا فحم. يأتي بالفحم، يشعل الموقد، يعطي لهذا المريض الدواء، ويعطيه الغذاء أيضا، ثم يخرج. بعدين يلتفت إلى هذا الخادم، يقول له: يومي إيش قد تشتري لنا لحم كل يوم؟ يقول فلان كمية. هواي كان مقتصد في حياته. الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته. السيد البروجردي رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته، مع أن ملايين الأموال كانت تجري تحت يديه. يقول له: هذا اللحم المقدار نصف، كل يوم نصف جيب إلى بيتنا ونصف إلى بيت هذا الرجل. الإنسان هو لازم يروح. إذا سمعت أن هنالك عائلة فقيرة، أنت روح شوف هذه العائلة حتى تلامس الوضع عن قريب. هذا الشهر المبارك الذي نعيش على أعتابه، في هذا الشهر المبارك أولاً
ينبغي علينا التزود لحياتنا الحقيقية، حتى لا نأتي ونقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وثانيا، يجب أن نتذكر أن هنالك في كل البلاد الإسلامية فقراء مساكين، نحاول أن نهتم بهم ونشركهم في معيشتنا. الله سبحانه وتعالى يدفع عنا بذلك إن شاء الله آفات الدنيا وآفات الآخرة. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أهل بيت نبيك وفي الآخرة شفاعتهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعلت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.